خويا بان كنعرفوا الدري خالد والدرب نو كبر معانا وترعرع هنا في الدرب نيش قراويه تنعرفوا عليه غير الخير وشنعرفوا عليه دري زوين دري بخير ديال وليدات ديالو. والان فهاد الشيء خويا هو ان قال لك عنده مشكل مع الدريه شي بنت دربنا وبان الدري بنت دربنا كاينه هنايا وباها ما بغاش يجيبها هذا هو المشكل. وخالد راه دري زوين اخويا دري بخير من بلي ما والو راه بالسيف اخويا ما يدير هادشي على الكبده ديالو. دابا هو بغى يوصل الميساج ديالو هو راه ماشي اساس باش انتحار ولا باش يخلي العائله ديالو غير وصل الميساج ديالو بانه راه تحقر من حقه وتا او من حقه ما بحال قلت يا خويا القانون ما عطاش الحق ديال ولادو باش يشوف هادشي اللي كاين اخويا. اللي كنعرفوا عليه اخويا راه دري بخير راه تسول عليه الدرب كامل ما كاينش اللي غايقولها فيه خايب. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.